يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل العزوف عن العلم وإشغال الوقت في العبادة وربما وقع المتعبد في أمور مبتدعة عن حسن قصد لجهله، هل هذا نوع من التصوف؟ هذا هو التصوف. الصوفية ينهون عن تعلم العلم، ينهون عن تعلم العلم ويأمرون بالاشتغال بالعبادة والذكر، ويظلون بذلك، لأن العبادة والذكر إذا لم يكونا على علم من الشرع يكون هذا من الضلال ومن البدعة التي لم يشرعها الله سبحانه وتعالى. فلا بد من طلب العلم، لا بد من التعلم، وأن تكون العبادة مبنية على العلم الصحيح من الكتاب والسنة، ليفرق المسلم بين البدعة والسنة، وبين ما شرعه الله وما شرعه شياطين الإنس والجن. العلم لا بد من العلم، العلم قبل القول والعمل، تعلم أنه لا إله إلا الله، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. نعم.